بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معكم رباب طلعت حامد، رئيس وحدة التنمية والتدريب بمنظمة العمل العربية. فباسمي وباسم كافة زملائي بالمنظمة أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب كلهم باسمه وشخصه، وأتمنى لهم يوما طيبا معنا. السيدات والسادة الحضور، لقد كان بالأمس القريب نتحدث عن تحديات سوق العمل في الوطن العربي، والتي تنحصر في عدد من المشاكل، والتي من أهمها التفاوت الكبير بين عرض الوظائف والطلب عليها، مخلفاً ما يسمى بالبطالة. وإنما لم يكن في الحسبان ونحن في القرن 21، ومع كل هذا التطور الهائل من التكنولوجيا الذي يشهده العالم في جميع المجالات، أن يؤثر فيروس ظهر في أقصى الشرق على جميع دول العالم، فلم تسلم منه الدول المتقدمة أو الدول النامية على حد سواء. فالعالم الآن أمام حربين، الأولى تحتم علينا التباعد الاجتماعي والالتزام بإجراءات الوقاية، والثانية العودة إلى النشاط الاقتصادي لمعدلات ما قبل الأزمة. وعليه أخذت منظمة العمل العربية ومن منطلق دورها القومي عقد سلسلة من الندوات التفاعلية عبر وسائل التقنية الحديثة تتناول تأثير تداعيات فيروس كورونا على كافة العوامل التي تؤثر على قطاع العمل والعمال في الوطن العربي. واليوم نسلط الضوء على موضوع غاية في الأهمية وقد ظهرت جدوى أثناء الأزمة، ألا وهو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث لعبت دوراً حيوياً في الحفاظ على التواصل بين البشر في ظل سياسات التباعد الاجتماعي التي تشهدها العديد من الدول في جميع الأنحاء لمساعي الحفاظ على الصحة العامة ومواصلة العمل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فعلى بركة الله نبدأ أعمال ندوتنا بكلمة معالي الأستاذ فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، فليتفضل مشكورا بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أصحاب السعادة، السادة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، السادة الخبراء المشاركين معنا اليوم، الدكتور فيصل المناور خبير أول المعهد العربي للتخطيط، والدكتور أحمد شحيبر الأستاذ بكلية الإبداع التكنولوجي. سيدات والسادة المشاركين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدني في هذا اللقاء المتجدد التي لولا التكنولوجيا وتطور وسائل الاتصال لما استطعت أن أتحدث إليكم وأتواصل معكم، كل في دولته ومكان عمله على امتداد وطننا العربي. يأتي انعقاد هذه الندوة التفاعلية التي تتناول موضوعاً يلامس كل واحد منا لنستمع للسادة الخبراء ونطرح استفساراتنا لنستفيد من خبراتهم وتجاربهم الناجحة لتكون في متناول الجميع للإفادة والاستفادة من كل نجاح تحقق في هذا المجال، ما يحقق الفائدة للجميع خاصة مع تماثل وترابط أسواق العمل العربية. إن هذا الواقع الجديد الذي فرضته الأزمة أكد على أهمية الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصال كأحد المحاور الهامة لمساعي الحفاظ على الصحة العامة ومواصلة العمل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث لعبت دوراً حيوياً في الحفاظ على التواصل بين البشر في ظل سياسات التباعد الاجتماعي التي تشهدها العديد من الدول في جميع الأنحاء. في سياق الجائحة كان لتكنولوجيا المعلومات والاتصال تأثير بالغ على شتى مناحي الحياة الاقتصادية منها والاجتماعية، بما في ذلك تأثيرها المباشر على عالم العمل، فكرست أنماط جديدة في العمل تختلف من حيث نوعيتها وطبيعتها وظروف وشروط عملها، ولعبت دورا كبيرا في استمرارية العمل عن بعد لقطاع عريض من فئات المجتمع،
وساهمت في إزالة العديد من العوائق تحول دون فقد بعض الشرائح لوظائفها، إلا أنها بالرغم من إسهامها في هذا المجال فهي تتعرض لتحدي كبير لعدم شمول هذه الفئات في شبكات الأمان الاجتماعي ومراقبة وشروط وظروف العمل، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من الوظائف التقليدية، إلا أن حجم وطبيعة فرص العمل التي تتيحها التقنيات الحديثة من خلال تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي على أسواق العمل إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في الأنماط الجديدة للعمل وتنظيم علاقات العمل الخاصة بها، فضلاً عن تطوير برامج التدريب المهني بما يتواكب مع التطور التكنولوجي لصالح العاملين في أنماط العمل الجديدة. كانت منظمة العمل العربية سباقة في قراءة مثل هذه التحولات التي أشارت إليها في العديد من تقاريرها وأدبياتها، والذي خلص على ضرورة تطوير سياسات التعليم والتدريب لمواكبة الاقتصاد المعرفي وتسهيل النفاذ لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول العربية. كما عقدت المنظمة العديد من الأنشطة حول تأثيرات التكنولوجيا الحديثة على أسواق العمل والأنماط الجديدة للعمل، إضافة إلى مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل، والذي يعتبر من أهم المشاريع التي يتضمنه البرنامج المتكامل بهدف دعم قدرات المؤسسات المسؤولة عن أسواق العمل من خلال إنشاء شبكة معلوماتية متكاملة تهدف إلى توفير المعلومات والإحصاءات والبيانات التي يحتاجها سوق العمل والإسهام في تطوير سياسات التشغيل والاستخدام في الدول العربية والاستفادة بما توفره التقنية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في خدمة قضايا التشغيل وزيادة كفاءة سوق العمل. إخواني أخواتي المشاركين اليوم، نسأل الله التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدين استعدادنا التام والدائم للتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي الكبير لكل ما فيه خدمة وخير وطننا وأمتنا على الصعيدين الوطني والقومي والعربي. في الختام بارك طبعا للجميع وكل من ساهم، أقول له بارك الله فيكم في إعداد هذه الندوة، كل بصفتي واسمي، ووفقكم الله وحفظنا وحفظكم الله من هذا الوباء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.